أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولن تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور لن تبلغن في أموالكم وأنفسكم ولن تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور
أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا بئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبن
يحسب النوم بمفازة من العذاب. ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Intisari dari ayat-ayat yang dibacakan Qori tadi adalah kamu